جلسنا بأوتيل في مدينة اسمها فوسهن، المدينة الكئيبة ما فيها كهرباء وما فيها إنترنت. لا كهرباء في الشوارع، لا كهرباء في البيوت. مدينة تقريبا مهجورة. من امبارح بدينا، من امبارح الظهر اخذنا استراحه في الليل في الفندق، استمرنا رجعنا الصبح الساعه 7 كمان بالباص. يعني رحله طويله تقريبا 10 ساعات لحتى تصل اقرب مدينه لنا بينا بنقول. والصراحه اول مره نشوف مناطق زي هيك بالصيف، مناطق شبه مهجوره نائيه، ما في ناس، ما في عالم، شوارع مكسره، الجو مش حر، بتوقع هيك كمان يمكن لما تغيب الشمس شوي يصير بارد كثير. اخونا امين من الجزائر الحبيب، شو رايك في الصحراء وينر منغوليا؟ تكلم تكلم احكي، تكلم فلسطيني او جزائري؟ احكي بالدارجه جزائري، اسمع احكي بالدارجه جزائري والله. الله لا اخويا الشباب يقول لك فور بزاف، دعونا فور وستو، انا جاي خلاوي نبغي هذه الصحراء كما هكا ولا قوي. بدك تحكي لي معنى الكلام هذا، احط لهم اياه ترجمه. طب كمل. حياه حلوه هنا في الصحراء. هذا الكلام اللي قلته كله زوينه بزاف. وانت وش رايك؟ بس يعني بتضلها تجربه حلوه انه احنا بالصين دخلنا الصحراء. يمكن معظمكم ما بيعرف انه بالصين في صحراء، بس في صحراء كبيره كثير كثير بينر منغوليا وفي اقليم ثاني اسمه تشينجان. تشينجان في صحراء في الشمال. هاي مجسمات للجمال عاملينها، هو تقريبا زي منتجع وبالصحراء موجود، ففي ناس وفي ناس بيجوا صينيين برضه بيخيموا في سيارات الدفع الرباعي. بتعرف زي نظام دول الخليج السعوديه والامارات ومنتجعات الصحراء. منتجعات وسيارات رباعية. هاي الجماعة الكتابة المنغولية اللي هي تعتبر من فروع اللغة التركية في آسيا الوسطى. هاي حرف العين، حرف التاء مثلا، حرف الراء زي حرف النون تقريبا. على فكرة هي اللغة الوحيدة في العالم اللي في كتب خطوط، اللغة الوحيدة في العالم، اللغة المنغولية القديمة اللي الأصل لها موجود من منغوليا، لكن الأحرف المنغولية ما زالت تكتب فقط في إنر منغوليا اللي هي داخل مقاطعة الصين، لأن المنغوليين الموجودين في الدولة بيستخدموا الأحرف الروسية تبدل أحرف. إنر منغوليا يا جماعة بصفتها حوالي 24 مليون إنسان، ثقافتهم الخاصة، شهروا بالفروسية. هاي انجوي. بيشتهروا بالفروسية، بيشتهروا في بناء الخيام المميزة تبعتهم، بس مش بالمنطقة هاي، في المنطقة اللي كلها سور خضراء. منغوليا تنقسم لجزئين بالطبيعة، هي الخضاب والسور الخضراء زائد الجزء الصحراوي. هذا هو جزء صغير مش كبير، الصحراء صغيرة مقارنة بالهضاب والسهول الخضراء. يعني الفقرة هاي هي أفضل فقرة في برنامج التخييم، هو البي بي كيو. جايبين اللحمة وكل شيء والخضروات، حتى البطاطا الصغيرة كمان. أنا مش شايف، أنا مشارك بس. أهم شيء اللحمة الحلال أهم شيء. باب ميتي من الجوع بتستنى دورها تاخذ قصتها باللحمة. شايفين الطابور؟ الليدر تبعنا طبعا هو ماخذ مكانه في الطابور هناك وبستنى دوره يجي عشان يجيب لنا اللحمة. وهذا كرب. ما كرب. كرب شو يعني كرب؟ كرب. كارب صعيد صعيد صعيد.
مش صعب لكن صعيب. طب شو الفرق بين صعب وصعيب؟ لا لا انا بقول صعب. الواحد ما تقول صعب. صعب عندما تكون في حاله تحرير. لازم تنجى بنفسك. قلت صعب. اما صعيب يعني اقل درجه. اقل درجه. الفرق يا جماعه بين صعب وصعيد. لكن انا في صعب يعني اعلى درجه بالصعوبه، صعيب اقل درجه. لا انا اريد ان اقول الوضع مو كريم. كريم يعني انت كريم، انت مو عاجبك. احنا نستمتع. الان خلينا نحكي الكلمات اللي تعلمناها في الدرجه الجزائريه. محمر محمر شكل شنف وبهلول. محلا 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 محلا. تقييمي للتخييم في الصحراء رائع جدا جدا والله، وكل شيء موفر حوالينا. يعني في حنفيات مي، في حمامات، في مكان للشوي، يعني كامب متكامل مرتب. رحلتنا حلوه كثير يا جماعه، يا ريتكم معنا. وتعلمنا اللغه الدارجه الجزائريه. بس المشكله الان بالليل تقريبا هيك بعد الساعه 6 المساء صار في هواء قوي طلع، واحنا جالسين جوا بالخيمه لانه برا زي هواء مع رمل. كل المخيم الان كل واحد جالس بالخيمه تبعته مسكرها ومقفلها تكفير مربطها عشان ما تطيرش في الليل.